معنا من بيروت مراسلنا سلمان العنداري. سلمان، هل هناك أي مستجدات حول تطورات الوضع الآن سواء على مستوى خطاب الأحزاب في هذا التوقيت أو من الجيش اللبناني؟ ماجد، الجديد هو بيان للقوات اللبنانية صدر قبل قليل، نفى كل الاتهامات من جانب حزب الله وأكد بأن القوات اللبنانية لم تبدأ بهذه الاشتباكات أو بإطلاق النار، واتهم حزب الله بأنه أتى بمجموعات منظمة قبل بدء الحادث لاستفزاز الأهالي، وهذا ما حصل في الطيوني. في المقابل حزب الله يقول بأن هناك مجموعات من القوات اللبنانية وهي مجموعات أمنية نسقت هذا الحادث أو افتعال الحادث أثناء التظاهرة، مما أدى إلى ما أدى إليه من أحداث عنف في العاصمة بيروت يوم الخميس. ولكن أبعد من هذه الاتهامات وتبادل الاتهامات، التحقيقات جارية. في السياسة هناك معلومات تقول بأن اجتماع قد تعقد مع المحقق العدلي طارق البطار مع مجلس القضاء الأعلى، ربما في إطار إيجاد مخرج معين لموضوع التحقيقات، ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت. وهناك يعني متابعة من قبل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، رئيس الجمهورية ميشيل عون، إضافة إلى وزير العدل في الحكومة اللبنانية. وبالتالي يمكن القول بأن هناك بحث عن مخارج، وفي حال تم فصل أو إقصاء المحقق العدلي يكون هناك سابقة في التاريخ اللبناني أو في الدستور اللبناني أن يجرى عدم الفصل بين السلطات أو التداخل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، خصوصا وأن الدستور يقول لا يجوز للسلطة التنفيذية أو لأي سلطة أخرى التدخل في حال كان هناك ملف أحيل إلى القضاء العدلي أو إلى أي قضاء آخر، وبالتالي لا يجوز لأي سلطة التدخل في هذا الإطار. سلمان، بالنسبة للمحقق العدلي سيد طارق البيطار، يعني ما طبيعة الإجراءات التي اتخذها لاستفزاز الشارع يعني هناك سواء كان من جانب حزب الله أو أمل؟ هل كان هناك ما يبرر هذه المظاهرات، أم يعني هل كان كما يقول هذا الجانب بأنه مستهدف لهؤلاء المسؤولين، أم لم يكن هناك أي إجراءات من هذا النوع؟ يعني بحسب خبراء يقولون أن صناعة الارتياب بالقاضي العدلي أو المحقق العدلي بدأت في الثاني من تموز، اليوم الثاني من شهر تموز يوليو الماضي، عندما سطر أو طلب استدعاء بعض الوزراء السابقين. هذا الأمر استفز عدد كبير من الأحزاب السياسية، القوى السياسية اللبنانية، من تيار المستقبل ورؤساء الوزراء السابقين، وصولا إلى حركة أمل وحزب الله وتيار المردة. القاضي بيطار يقوم بإجراءات قانونية محض نتيجة بعض التحقيقات التي توصل إليها، استدعى المسؤولين بناء على أوراق ورسائل ومراسلات كانت تجرى بين الوزراء المعنيين قبل أو بعد وصول شحنة نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت. هذا الأمر استفز القوى السياسية اللبنانية، لكن لم يكن مقصودا منهم سلمان قد يؤدي إلى يعني استهداف وزراء بعينهم تابعين لهذين الحزبين، لكن على الكل. صحيح، على كل القوى السياسية، وهذا الأمر يفسره العدد الكبير من البيانات، يفسره رفض مثلا مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية، مجلس الدفاع الأعلى، الوزراء، حركة أمل، حزب الله، رفض استدعاء أو مثول المسؤولين المشتبه بتورطهم أمام القاضي العدلي. والمعلومات الأمنية تؤكد أو المعلومات القاضي تؤكد بأنه حتى الآن لم يسرب أي شيء من التحقيق، وبالتالي لماذا هذا الخوف من قبل القوى السياسية من أن يستدعوا أو من أن يحاسبوا؟ هناك من يقول بأن ما يجري اليوم في لبنان أو في بيروت هو نوع من الإفلات من العقاب من قبل القوى السياسية التي لا تريد عدالة في البلاد، بل تريد يعني نسف التحقيقات بشكل أو بآخر، وأن يجرى محاكمة المسؤولين والوزراء في محكمة خاصة، وهي محكمة لم تعقد أبدا، محاكمة الوزراء والرؤساء السابقين في مجلس النواب. هذا ما يقوله خبراء قانونيون في هذا الإطار، ويؤكدون بأن القاضي بيطار يقوم بمهامه كما يجب، إلا أن الطبقة السياسية اللبنانية تريد إنهاء هذا التحقيق بشكل أو بآخر نتيجة المسؤوليات الكبيرة لكل القوى السياسية فيما يتعلق بانفجار المرفأ والتسبب بهذا الانفجار. من بيروت مراسلنا سلمان العنداري، شكرا لك.